ساز بغيت شون نجيب خويا شون ديالي. يلا سير مرة جاي ان شاء الله. يلا صافي يلا ولدي سير ان شاء الله. ما سميتك رشيد اخويا من مدينه تازه، ولكن حاليا كنتقر هنا في كازا مع واحد السيد هنا في دار السلطان، والان جيت هنا باش نشوف اللعابه حيتاش كنحب اللعابه الوداد بزاف بزاف، وديما حمراء وديما وداد وديما وداد. بغيت الامنيه ديالي الوحيده اني نسلم على اللعابه، والحمد لله سلمت على جبران والكرشي، ولكن بغيت تمنيت لو انني نمشي ثاني ندير معاهم شي حصه في المجمع، تكون معاهم حاضر معاهم في الحصه. هذا الشيء من محبه الولاد، لان كنحب الولاد بزاف من الصغار ديالي. ممتازه. مع من جيتي؟ جيتي بوحدك؟ جيت لهنا كنت كنبقى مع واحد السيد هناك، حيت انا كندير العلم الحديث، يعني انا حامل كتاب الله وفي نفس الوقت كندير التجويد. مرحبا. وهادشي جيت لهنا للتيان على قبل الوداد. هذا تلاقيت مع صدفة، لأن جيت لهنايا جيت نشوف التيان بوحدي، والله سخر لي هاد السيد هذا اللي كنشكره بزاف، كنقدم لي ألف تحية، كنشكره بزاف، لأنه كنت أنا نيتي كنت غادي لدار السلطان عند السيد للدار، ولكن شوف الله كيفاش شتي الله كيدير الخير، وفي نفس الوقت كيجي هذا كنتلاقى معاه رجعوا عند اللعابه. بغيت قلت انا غير ضحكه غير ضحك، ولكن في الاخر هو بدا بصح. كنشكره بزاف وكنشكره بزاف سي محمد. شكرا شكرا. شنو كلمه خويا اللي يمكن لك تقول لنا تجاه خويا؟ ما نكذبش عليك فهمتي، دابا انا بحال سخر، هو قال لك راه سخرني فهمتي، كون نتلاقى مع شي واحد خور علم الله، ولكن انا مع الداخل ديالي طيب مع الله سبحانه وتعالى، واخا تشوفني بحال ما هكا ولكن فهمتي واحد انسان فهمتي داخل راه مزيان الحمد لله، هذا فضل من الله وتميش غادي به انا فهمتي. انا وياه جايين بديت تنعاود ليه فهمتي، تنقول ليه راه دابا راه حنا راه وصلنا هنا وهادي هو الشيء، يقول لي تيقول لي واش هذا الشيء بصح كاين في الدنيا؟ تنقول ليه دابا حنا راه في الدنيا وهادشي راه ديال الله سبحانه وتعالى فهمتي. يعني هو بحال بدا تيشوف واحد الشيء في الجنه، كاين ولا لا؟ كاين. ها؟ شكرا. واش نتمناو فهمتي؟ واش حنا سبحان الله. ومن هذا المنبر كنشكركم انتم بزاف كصحافه. كنشكركم بزاف. كنشكر نزيه عرفتي علاش؟ و كنشكر واحد السيد خاص، يعني كنقدم لي تحيه كبيره، سي حميد كيسكن دار السلطان، اذا كان ممكن كنقدم لي الف تحيه، هو والابناء ديالو والزوجه ديالو. شكرا.